المعلومه موجوده، الجانب الايراني لازم يعلن. الجانب الاسرائيلي انا لا اصدقه في موضوع انها خرجت من تحت الماء من غواصه، ارى انه بيحاول ان هو يبعد عن الحرج عن دول وخاصه العراق، ان خط السير لابد ان يتقاطع بالعراق. يعني سوريا طبعا هو بيستبيح الاجواء السوريه ما فيهاش مشكله، لكن يبقى انه مره من العراق او مره من اذربيجان. طيب لكن في حاله اذربيجان الموضوع بيكون يعني اصعب شويه، لكن في كل الاحوال هو يعني يعني نائب الجميع عن الموضوع ان يكون الموضوع تم في مياه دوليه الى ايران بصاروخ مطلق من تحت الماء. انا من وجهه نظري ان في صاروخ اتضرب، الموضوع ما كانش ايران حاولت تتخطى الموضوع او ما حصلش، لكن فكره الدرونز اللي تدخل ده. الجانب الاسرائيلي عشان يمنع الحرج على الجميع بما فيها حتى العراق وسوريا قال ان الصاروخ خرج من غواصه في من البحر، يعني سواء من الخليج او من البحر الاحمر. انا اعتقد لو خرج الصاروخ من غواصه، اولا الغواصه معدل سرعتها مش عالي لانها تحت الماء، فمن الممكن ان الرد على السيئه تكون بالبحث في المكان على الغواصه. طيب لو الغواصه دي طلعت صاروخ توماهوك، الموضوع مش محتاج صاروخ توماهوك. الصاروخ اللي دخل ونفذ عمليه القبض لهنيه واحد الحرس اصغر من كده بكتير، مش محتاج يطلق صاروخ توماهوك ويطير في من مياه الخليج او من بحر العرب او البحر الاحمر ويقطع مسافات طويله، مش محتاج ده. لكن انا من بالنسبه لي السيناريو الارجح ان طائره حملت درون لمسافه قريبه اللي هي على قد مدى الطائره، والدرونز اخترقت المجال الجوي الايراني في ارتفاعات لا يلتقطها او درون لا يمكن التقاطها، وحصلت في الرده التاليه لاسرائيل الدرونز دخلت وفجرت رادار او في موقع للدفاع الجوي. الدفاع الجوي الايراني مش اول اختراق يحصل، وانا من وجهه نظري ان لو طائره اف 35 اخترقت وهي شبحيه من الممكن ان تقوم بذلك، لكن هيكون العقبه قدام اسرائيل ان لو في احتمال صغير ان يتم كشفها واسقاطها يكون حرج كبير. ففكره الدرونز مؤكده، فكره عبوه تجاريه او يعني مثل هكذا دي تودينا المنطقه اخطر، ان هم عجزوا حتى على الحراسه اللصيقه اللي هم في حرس تحت المبنى، في حرس في الادوار لهدف مستهدف، يعني هو يعني عالي القيمه ومستهدف. فالجانب الايراني اولا بيحاول يصيغ اللي ما يعني يحفظ ما وجهه، سواء كان درونز سواء كان صاروخ سواء كان ده يعني تفجير او لكن مش رصاصه اكيد، يعني ان الفحص الاولي يبين، الفحص الاولي يبين هذا الصاروخ ولا. اما موضوع ان الصاروخ وصل للسرير ده فيها مبالغه صحفيه، هو الصاروخ ده مجرد ما يدخل اصلا الموجه الانفجاريه سواء كان جنب السرير يعني او في مكان اخر، يعني الهدف نفسه يصاب يموت يقتل، تفجير الموجه الانفجاريه تفجير تفريغ الهواء يعمل ده، بجانب النوع ده من الصواريخ اللي هو لو كان هيل فاير بتبقى بتتصمم العبوه الراس الحربي على حسب الهدف، يعني ممكن تبقى راس حربيه كبيره تعمل تفجير كبير، ممكن راس حربيه حتى ما تهدش غرفه تقتل من بداخلها وممكن يحدث اكثر من ذلك. وعملوا التطوير ده على اساس لو عايز يغتال، طبعا التطوير ده عمل الامريكان، لو عايز يغتال هدف الهدف ده في عماره سكنيه يقدر يوصل لغرفة يوصل لشقة يوصل، يعني مش يزيل الدور كله زي لو أطلق صاروخ توماهوك مثلا. بالإضافة للتوماهوك مطلق بحرا الأقمار الصناعية تلتقطه، لأنه واضح هدف بيتحرك بسرعة في منطقة باقي الأهداف إما لا تتحرك فيها أهداف مياه أو تتحرك ببطء. لكن الدرون في منطقة فيها طيران مدني وفيها يعني ممكن ما تكونش لافتة للأقمار
الصناعية في حينه، لكن كل الأقمار الصناعية عندها صور جوية، أفلام عالية الجودة يقدر يسترجعها، فالمعلومة موجودة لدى الأمريكي والمعلومة موجودة طبعا لدى الإسرائيلي اللي هو من قام بها، ولدى أطراف أخرى. الأطراف دي لما أنت تمتلك أقمار صناعية،